وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعهد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. قال بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لا يمكنها تحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضايا الشائكة على مستوى العالم إذا لم تواجهها بصراحة، على رأسها الخطر الإيراني على المنطقة، مشيرا إلى أن إيران ليست كما كانت قبل 5 أشهر. فالضغوطات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة إضافة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ودعم الانتفاضة الشعبية أثرت بشكل كبير على النظام الإيراني. جدد وزير الخارجية الأمريكي تأكيد الرئيس دونالد ترامب سعي الإدارة الأمريكية إلى وقف نشاطات النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.